الكرة بتتحول الآن لوفانور يحاول فيها، لكن الكرة أيضا بتتخلص من خلف سبيل العرضية. حط سيف خلفان في مرماه، ركنها في شباك الجزيرة. أخطاء دفاع الجزيرة في هذا الموسم في النهاية تصل إلى هذه الدرجة أن يسجل سيف خلفان في مرماه. الشباب يسجل التعادل عن طريق سيف خلفان بالخطأ في مرماه. الله على العرضية، الله على الركنة. لا لا لا، سيف خلفان ركنها صح، حطها صح. دفاع الجزيرة يستمر في الأخطاء حتى نهاية الموسم، لكن هذه الركنة، شوف اللقطة الماضية، شوف حاول يبعدها، لكن الكرة في اللقطة الماضية في شباك الجزيرة تصبح النتيجة 1-1. هذه الجزيرة يسجل، وإذا ما قدرت تسجل هو يسجل لك. في اللقطة الماضية واحدة من الكرات النادرة لفريق الشباب، جملة بعدة نقلات بعدة تمريرات رأسية إسعاد في المرمى. الله يا عيسى، عيسى يرتقي مع نهاية شوط المباراة الأول ليعلن تقدم الشباب بهدف ثاني في شوط المباراة الأول. رأسية مدافع الجزيرة ورأسية مهاجم الشباب، وضربتين في الرأس وبالرأس توجع يا علي خصيف، ينهي من خلالها الشباب شوط المباراة الأول متقدما بهذا الهدف لتصبح النتيجة 2-1. استراحة قصيرة. عايض حيدروف البينية، الله 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 الله، وصلت وصلت الله، عرضية وصلت. لوفانور استلم، لوفانور وقف، لوفانور عدى، لوفانور عرض. يا لوفانور عادت إلى داوود، ما زالت للجوارح وللشباب. ثلاثة إلى المركز الثاني، تقودهم من الثالث إلى المركز الثاني. الكرة اللي مرت وراحت وعدت وصلت إلى داوود وتجاوزت الحدود. يا علي شوف لوفانور، هنا الاستلام، هنا الدوران، هنا المرور، أبعدها عبد الله موسى، لكن شوف داوود استلم، موق، عدى، فتح مساحة للتصويب. هذه يتحملها علي خصيف على غير العادة. الهدف الثالث يقفز بالشباب إلى المركز الثاني في هذا التوقيت من المباراة حتى الآن. بأي طريقة العرضية بعيدة 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 بعيدة. الكرة ركلة جزاء يحتسبها السلطان المرزوقي في الوقت اللي كنا نقول بأن الشباب لا يريد أن يسلم ولا يريد أن يكتفي بالفوز. شوف الشد من خالد سبيل، ما لها داعي خالد سبيل ومحمد مرزوق. سلطان المرزوقي لا يتردد في احتساب ركلة الجزاء في اللقطة الماضية. الشباب يقترب من الهدف الرابع ويقترب من المركز الثاني من جديد. في أنويفا بديله كايو جونيور في الشوط الثاني في مواجهة علي خصيف. 3-2 قبل ركلة الجزاء، لكن مع فيانويفا تصير 4-2 تصير 4-2. الشباب يحلق بنقاط المباراة ويحلق بنقاط المباراة ويحتفل في ملعب الجزيرة.